ولا 30؟ انهي مكسب؟ هو حد قال للتاجر ما تكسبش؟ مفيش تاجر ما بيكسبش، ومفيش حد يقدر يطلع على هو يقول لك لا 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 بيع واخسر، محدش هيعملها اصلا. هي اسمها ايه التجاره؟ تجاره شطاره. بس اي شطاره؟ اتاجر بالناس ولا يعني العدل ان انا هكسب بس شويه صغيرين، مش وخاصه في الظروف اللي احنا فيها. فطول حضرتك لا تتولى عمليه الرقابه الكامله، وانك لازم تبقى موجود وفي الشارع وبتشوف الناس وبتسال والجهات بتاعتك اللي عندك وكل مساله، يا جماعه الشارع هو الحكم، الاسواق هي الحكم، الوجود بين الناس هو الحكم، ده اللي هيؤدي الى سيطره على الاسعار. انما ممكن تسيطر على مكان واماكن اخرى شغاله. في الاخر مين بيدفع الثمن؟ المواطن. طب انت مش عايز المواطن يبقى عنده مشكله كبيره؟ الاسعار في العالم كله اه، لكن انا كمان، ما انا في حاجات ما الطماطم وانا بثورتها، بثور الطماطم، بثورد فلفل، بثورد بتنجان خيار، بثورده. ده احنا بلد زراعيه. ممكن يقول لك الاستهلاك في رمضان، ايه الاستهلاك في رمضان؟ بيزيد اه بيزيد، بقولش ما بيزيدش، لكن ما توصلش للطماطم. فوزاره الزراعه النهارده مشكوره، سياده الوزير السيد القصير بشكره، عمل النهارده مبادره استمرارا يعني مبادرات السيد الرئيس. نزلوا النهارده ايه؟ كميات كبيره جدا في مختلف المحافظات. الطماطم ب 10 جنيه. عايز اقول لكم الطماطم دي نزلت اتشالت. الطماطم دي لما نزلت النهارده اتشالت. الكميات اللي قدامكم دي اتشالت. خلي بالك انواع اولا متميزه جدا. قدام متميزه جدا. وب 10 جنيه اللي هو انت بتضرب السوق اللي ب 20 بقى عندي ب 10. وبالمناسبه اللي ب 10 ده احسن مرتين ثلاثه اربعه من اللي بيتباع ب 20. انا بقول لك على ضمانتي. يعني اللي قدامك ده اللي ب 10 جنيه في وزاره الزراعه النهارده، المنافذ بشكل كامل كل الانواع، الفاصوليا الخضراء والبتنجان والخيار والطماطم والفلفل الالوان والفلفل الرومي وكله احسن موجود بره. واسعاره اقل من بره النص تقريبا. هو النص في كل حاجه تقريبا النص. يعني الطماطم اهو كفايه، انا بتكلم 20 النهارده عندهم ب 10، يبقى انا بتكلم على 50%. بتكلم على الكوسه ب 8 جنيه، البصل ب 10 جنيه، الفلفل ال 3 كيلو ال 3 كيلو فلفل بتتكلم على 8 جنيه والالوان ب 15 جنيه. ال 2 كيلو البطاطس ب 10 جنيه، يعني الكيلو ب 5 جنيه، هو بره بكام؟ ما تسال نفسك، بره هتجيبه ب 10 كيلو البطاطس. والرخيص تجيبه ب 8، طب عندك ب 5 جنيه هنا. يبقى انا عايز الزراعه. ما هو ده دور وزاره الزراعه. عايز الزراعه ما يعملوش غير ولا حاجه اليومين دول لحد رمضان ما يخلص، الا كل يوم بينزلوا لي كميات. ما يعملوش ولا حاجه غير الموضوع ده. يتفرغ السيد وزير الزراعه مع مسؤول الزراعه على مستوى الجمهوريه خلال على مدار ال 20 يوم اللي باقيين، 18 يوم، ال 17 يوم اللي باقيين لنا، 19 يوم اللي باقيين لحد دلوقتي، 19 يوم اللي باقيين. لو سمحت سياده الوزير، الاسواق الاسواق، نزلوا الكميات في الاسواق، املوا الاسواق، خلي الناس تشتري، خلي الناس تبطل ما حد يتاجر بيهم ويبيعوا يشتري فيهم. نزلوا يا سياده الوزير طالما عندكم الامكانيه، نزلوا في كل مكان الكميات اللي قدامنا دي. ادي البطاطس ما عندك موجود ب 5 جنيه اهو بدل 10 جنيه بره، تعالى. ادي البصل ال 3 كيلو ب 10 جنيه، الكوسه الكيلو ب 8، الخيار الكيلو ب 10، الفلفل الكيلو ب 8، الجزر الكيلو ب 5، البصل 3 كيلو بصل ب 10 جنيه. ده ناقص انا انزل اقعد انادي على الناس عشان تروح تاخد بحاجات بتاعت الزراعه. البطاطس 2 كيلو ب 10، الطماطم الكيلو ب 10، الفاصوليا الكيلو ب 10، فلفل الوان كيلو ب 15 جنيه، اللي بره هتلاقيه ب 20 و 25 جنيه الالوان. طيب هنا قد ايه؟ 15 جنيه. فحضرتك شايف الفارق ما بين هنا وزاره الزراعه منافذها والاسواق، وهم عايز عملوا النهارده حمله يعني نزلوا، وعايز اقول لكم الحاجات اتشالت، ونزلوا تاني بكره.
والحاجات تتشال وبعده والحاجات تتشال. ما انا عايز كمان هنا المنافسه اللي زي بقى. ما هو الزراعه مش عايز يكسب، مش هيكسب، مش عايزه يكسب. انا عايزه يريح الناس. مش مهم تكسب الزراعه، والله ما مهم. هامش بسيط، ما هو كده لما يعمله ب 10 جنيه يبقى هو هنا كسبان ولا خسران؟ اذا بره ب 20 طب انا بديهولك ب 10، تعال خده ب 10 من عندي، من عندي زراعه. وانا بقول لكم تعال روح للزراعه، روح للزراعه اشتري. ما ده دوره النهارده ودورهم طول الوقت. اخفض الاسعار ازاي؟ ازاي اواجه هذه الازمه؟ طيب سياده الوزير السيد القصير، اولا